ما غاديش نتقل عليكم بالتذكير جميع مراحل الحوار اللي ربما البعض منكم مشكورين، رؤساء الفرق بالخصوص اللي عاشوها معنا في الشهور الأخيرة. كيف كتعلموا بأن الحكومة قدمت شهر يونيو اللي داز عرض شامل اللي يستجب للمطالب ديال الطلبة. هذا العرض قدم مجموعة من الأجوبة الصريحة للتساؤلات التي طرحها الطلبة، وأعطى حلول واقعية للإكراهات التي تم الوقوف عليها، وحدد كل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل ضمان أجراءات التزامات الحكومة في هذا الشأن. كما تدخلت الفرق البرلمانية في شهر يوليوز الماضي معارضة وأغلبية، وقامت بعدة مبادرات للوساطة محاولة منها إقناع الطلبة للرجوع إلى كلياتهم وإنقاذ السنة الجامعية. ومن أجل التفاعل الإيجابي مع هذه الوساطة البرلمانية، تمت برمجة دورات استثنائية لتمكين الطلبة من استكمال امتحاناتهم ومتابعة دراستهم. دورة 5 شتنبر متعلقة بالفصل الأول، ودورة 7 أكتوبر متعلقة بالفصل الثاني. كما أن مؤسسة وسيط المملكة فتحت ملف طلبة كلية الطب والصيدلة في أوائل شهر شتنبر، ولا زالت تشتغل عليه حاليا. ومن أجل دعم هذه المبادرة قدمت الوزارة كل الشروحات والتدقيقات المتعلقة بالعرض الحكومي المقترح في يونيو، وأبلغت وسيط المملكة بإجابتها حول تساؤلات الطلبة بشأن كل نقاط الملف المطلبي، مع تحديد المساطر الإجرائية المتخذة في من طرف الإدارة من أجل تفعيل المقترح الحكومي. لحد الساعة تمت تسوية ملف طلبة شعبة الصيدلة كيف تعلمون، الذين التحقوا بكلياتهم من أجل متابعة دراستهم. أما بالنسبة لطلبة شعبة الطب فملف التسوية لا زال مفتوحا. هناك 4 نقاط عالقة: مدة التكوين، العقوبات التأديبية، مكاتب الطلبة، برمجة الامتحانات. وأريد أن أذكر أن عدد الطلبة المقاطعون لحدود دورة أكتوبر هي 41%، إذن 60% اللي دخلوا بهذا الحوار اللي وقع منذ شهر 6 إلى اليوم. واليوم كاين الامتحانات، وطلبنا من جميع الطالبات والطلبة يدخلوا جميع الكليات مستعدين. غير اليوم راه كاين عاوتاني طلبة اللي كيدخلوا، كنتمناو هو جميع الشباب ديالنا يرجع للمدرجات ديالو. شكرا. شكرا. اسمحوا لي اولا بغيت نعقب على بعض النواب المحترمون. 2011 2015 2019، المخرجات ديال 2019 سيد النائب المحترم انتم سهرتوا عليها ملكتوا في الحكومه، وكان اتفاق على 6 سنين. هذه القضية تاع 6 سنين مبالغ فيها من جميع النواحي، لا بيداغوجيا ولا سياسيا، ولا تنظن بأن هذه النقطة ديال 6 سنين راه ما فيهاش شي حاجة اللي تقدر تضر بالجودة ديال التكوين. أولا جميع الدول اللي مجاورنا لا في الشمال بالخصوص كلهم شافوا في التوجه ديال 6 سنين كلهم. اليوم الانجليز راهم تيديروا على 5 سنين الا تبعتوا هذا الشيء اللي دايز. لا لا لا، ارجوكم السيد الوزير، تصلحكم. شوف ما نزيدوش على بعضياتنا في هذا الميدان، الله يخليكم. رانا عارف كاين اللي عنده سيد انا راه كاين اللي عنده غراض في هذا الشيء. انا كنقول لك انا هيك اسمح لي لا لا الى لا.
لا ارجوكم ما يمكنش. لا اسمح لي سيد الوزير. لا ارجوكم 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 السيد الوزير تصنت لينا باريحيه وبصبر. الله يرضي عليكم. كرموه بالانصات. هذه فرصه الله يخليكم. هذه فرصه. بقى واحد 40% ديال الطالبات والطلبه نعطيهم الفرصه باش يدوزوا الامتحانات ديالهم، واللي نجح يمشي يقرا واللي ما نجحش يعاود العام. ما خصناش ندخلوا في هذا الشيء، خصنا نتعاونوا معاهم، لان راه كاين طلبه وكاين طلبه، كاين طلبه اللي باغيين يدخلوا وما قدروش يدخلوا، خصنا نتعاونوا معاهم. وحنا هذا الشيء كل شيء اللي كيديروا الكليات واللي كيديروا الاساتذه الباحثين مشكورين، كل شيء تيمشي تيصب باش نحاولوا نحلوا هذا المشكل. بغيت نرجع غير للنقاط الاربعه اللي تكلمت لكم عليهم، واللي ربما خصني باش نوضحها. قلنا العقوبات التاديبيه، هادو النقاط اللي مازالين عالقين. كيف ما درنا مع الطلبه ديال الصيدله، كيف ما غادي نديروا مع الطلبه ديال الطب. هاد النقطه كنعتبرها انا متجاوزه. هاد النقطة الأولى دويت لكم الأربعة، هاد النقطة الأولى متجاوزة. كيف ما عملنا مع الصيدلة نطبقوا بحال ما اللي قلنا غادي نديروه. مكاتب الطلبة، أنا دابا غادي نشرح لكم، وخليني نشرح لكم على الأقل بعد الرأي العام يفهم النقاط. مكاتب الطلبة اللي كاينة اليوم، المكاتب ديال الطلبة اللي كاينة اليوم كلها غير قانونية. المكاتب اللي كتكون خاصة بالأنشطة الموازية، خاصة بالثقافة، خاصة بالأنشطة الموازية ككل. دونك ما كاين مشكل، قلنا بأن نعطيو 6 شهور وغادي نخليو باش جميع المكاتب يحاولوا يطبقوا القانون مع الكليات ومع الأساتذة الباحثين. ها النقطة الثانية اللي ما فيهاش مشكل. برمجة الامتحانات، راكم شفتوا في وسائل التواصل الاجتماعي ديال المقترح ديال الطلبه، بغيو ينظموا جوج الامتحانات في كل اسدوس. وكتعرفوا الامتحان الا درنا جوج الامتحان 3 شهور. وبالنسبه للتدريب المستشفيات نقصوا فيها باش نديروا عام ديال التدريب في 3 شهور. حتى انا الا قلت لهم اياه انتوما غادي تعاقبوني تقولوا لي لا ما نقبلهاش نهائيا. تداريب ما ينقص منها حتى نهار. النقطه واللي اكدت الوزاره الوسيط المملكه اللي كيدير المفاوضات، راه مازال كيدير المفاوضات، لان الكليات غادي توفر الظروف الملائمه لتمكين جميع الطلبه من تحصيل تكوينهم في جو بيداغوجي ملائم. راكم شفتوا الاستثمارات الكبيره اللي درنا في المحاكاه واللي درنا في التيليميدسين، اللي غادي تعاون واللي غادي ربما تدخل الاطباء ديالنا في هذا التحول الكبير اللي درنا له. هذا هو علاش درنا هذا الاصلاح. درنا الاصلاح باش ندخلوا الرقمنه، باش ندخلوا الذكاء الاصطناعي، باش ندخلوا المحاكاه، وباش ندخلوا اللغات، وباش ندخلوا هذه المهارات اللي ما كانتش من قبل. هذا هو علاش درناها. مده التكوين، بالله عليكم، وربما راه كاينين اطباء معنا هنا اللي ربما عاشوا هالظرفيه ديال 7 سنين، وكاينين اطباء اللي ربما داروا 6 سنين، كانت 6 سنين من قبل ودزنا ل7 سنين، واليوم حنا رجعنا ل6 سنين. وما تقاطعوا سيد الوزير. ودابا شوف، تفضل دابا شوف ديال 7 تفضل سيد الوزير. كان 6 سنين ولات 7 سنين، ودابا غادي ترجع. دابا حنا رجعنا ل7 سنين. ودرنا اشنو قلنا؟ دابا اللي طلب 7 سنين حنا زدنا واحد، حنا تناقشنا معاهم، تحاورنا معاهم، وقلنا غادي نزيدوا 3 شهور، نقدروا نزيدوا فيها 4 المرات، صافي ديال عام. اللي بغى يزيد العام ما بقاش مشكل. بغيتي دير 7 سنين غادي دير 7 سنين، بغيتي تسالي في 6 سنين غادي تسالي في 6 سنين. والدكتوراه هي دكتوراه في الطب، ما كاين فيها حتى شي مشكل، ما كاين فيها حتى شي مشكل. علاش باقيين شادين لا 6 سنين لا 7 سنين؟ ما بقاش هذا النقاش. هذا النقاش حليناه، قلنا اي طالبه وطالب في كليه الطب اللي بغى يزيد عام على 6 سنين مرحبا يختاروه. كتبناها، ربما راكم شفتوها خارجه عند الوسيط، عطيناها لهم جويه. ما بقاش المشكل في هذه النقطه. وهاد 6 سنين راكم عارفين بان السنه السابعه كان فيها واحد الوقت ميت،
باش ما ندخلش في التفاصيل، وربما اللي كانوا اطباء راهم كيعرفوا شنو كيدوز في سنه السابعه بوقت ميت. كاينين طلبه اللي كيديروا تدريب معقوله، وكاين اللي ما تيديرش تدريب اللي خصها تكون في هذاك الجو. شكرا شكرا سيد الوزير